أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. نتناول في هذا المقطع الإجابة عن سؤال عن حكم إعطاء ودفع الزكاة للوالدين الفقيرين، وهذا السؤال قد يثير حفيظة وغرابة بعض الإخوة المستمعين، إلا أنه في الحقيقة قد بحث وأفرد له مساحات في كتب أهل الفقه. والقاعدة التي ينطلق منها العلماء في الإجابة على هذه المسألة أن كل من تجب عليك نفقتهم من الأصول أو الفروع لا يجوز لك أن تدفع لهم زكاة أموالك من سهم الفقراء والمحتاجين، لأن الذي يعطي زكاة لوالديه كأنه أعطى زكاة لنفسه، فهو يعطيهم الزكاة وهو واجب عليه أن ينفق عليهم. لذلك لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين، لأن منافع الأعيان بينهما متبادلة، بمعنى المال واحد والحال واحد والنفقة واجبة على الإنسان بحق والديه. حتى قال العلماء أبعد وأبلغ من هذا، قالوا يجب على الولد الموسر ذكرا أو أنثى نفقة والديه الفقيرين ولو كان قادرين على الكسب، وإذا كان الولد فقيرا لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة ولديه الفقيرين، طالما أنه قادر على الكسب حتى لو كان فقير، يعني في تقصير من جانبه. قالوا وإن كان هذا الابن أو الولد لا يكفيه، يعني ليس معه ما يكفي إلا حاجة بيته وأسرته، يلزم بضم والديه الفقيرين مع أسرته فيأكلان من طعامه وينفق عليهما مما ينفق به على بيته. لذلك الموضوع في التعامل مع الوالدين أبعد بكثير من يعني حدود جواز إعطاء الزكاة لهما من عدمهما، ولقد شنع كثير من العلماء على من يفعل هذا، وعدوا أن في هذا إنكار لحقوق الوالدين وانتقاص من قيمتهما وقدرهما، على اعتبار أن اليد التي تعطي فيها علو واليد التي تأخذ فيها سفل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، إلا أن الولد لا يرى نفسه إلا أنه بضع أبيه، وأن ماله مال أبيه، وأن حياته كلها هي جاءت بسبب والديه، فهو ينظر إلى هذا الموضوع بعين أعلى بكثير من حدود جواز الإنفاق على والديه، إلا أنه من باب تحقيق المسألة وإظهار جوانبها، إلا أن بعض العلماء أجاز أن يعطى الوالدين الفقيرين ليس من سهم الفقراء والمساكين، ولكن من سهم الغارمين، يعني اللي تورط في دين استحق ولم يجد ما يسد به هذا الدين، أو من سهم الغزاة وما إلى ذلك. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.